الناس اللي كتعجبهم شي حاجه مرسومه باليد بحال هذا الشيء دي ميساج دو توليرانس، اولا دائما كنحاول ندير الجنسيات ديال المغربيات ديالنا كاملين، يعني ماشي الجنسيه، يعني كل وحده منين كتنتمي. مثلا كنصوب البربريات اللي الامازيغيات بلوتو، اولا في لا كوليكسيون اللي كنت درت قبل الريفيات اولا الطنجاويات. عندي اون كوليكسيون فيها المصريات نيفرتيتي هي الخميسه بوغ لي جون اللي ما كيعجبهمش مثلا وجوه او دي ميساج دو توليرانس او شي حاجه، كتكون شي حاجه اخرى مبدله. كليوباتر، يعني دائما كنحاول نبين زعما جو رون اوماج لي فام دو موند اونتي، مثلا مغربيات او لبنانيات او منين ما كانوا، كنحاول زعما نبينهم عندي في لي كرياسيون ديالي بوغ لي ميتر اون فالور. او لا ما ننساش حتى اي وحده تقول لي شي حاجه نقدر نصوبها لها، يعني اللي بغات كيقدر يتحط هنايا بان ديسان او لا بطرزه، يعني جو بيرسوناليز لا بيس. ترجل ما نسيتهمش في لا كوليكسيون ديالي، كنرسم حتى هما صحراوه اي حاجه بغاها، ولاو ديجا بادور بيرسوناليزي كوم سي يقدر الراجل يلبسهم مثلا في الصباح او لا يخرج بهم بانجين، ما يبقاش ديجا بادور غير للمناسبات، زعما يقدروا يلبسوهم دي كونتراكتي كاجوال. كاين هذا او لكنين لي زوتر، ودائما لي سين ديال البلايص ديالنا زعما ديال الشلوح او ديال الشمال او لا.